للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أهلا وسهلا بك معنا. الآن عم نشوف تحذيرات أخرى من مصرفيين في دافوس حول تيسير السياسات النقدية بشكل قوي ومبكر كما يسعر السوق. ما رأيك ومتى ستقوم البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي والمركز الأوروبي بالخفض هذا العام؟ مساء الخير ريما، شكرا للاستضافة. نعم، الأسواق لا تزال تعتقد بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة بدءا من شهر مارس القادم، لكن الفيدرالي الأمريكي قد أشار بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة 3 مرات ريما. عندما ننظر إلى المعطيات والبيانات الاقتصادية، نظرا لأن الفيدرالي الأمريكي يتحرك كرد فعل في تغيير السياسة النقدية من دورة تجديدية إلى دورة تسهيلية، عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية كما ذكرت ريما قبل قليل، مبيعات التجزئة أعطت أرقام جيدة جدا، الإنفاق لا يزال في أفضل حالاته، وشفنا هلا بيانات إعانة البطالة كمان كانت قوية أيضا وبتدل على متانة سوق العمل 100%. نعم، عندما ننظر إلى معطيات النمو الاقتصادي لا يزال مرن، الاقتصاد مرن حتى القراءة الأخيرة للربع الأخير ما يقارب 5%، قراءات تعتبر ممتاز جدا بالنسبة للنمو الاقتصادي، تعطي الفيدرالي الأمريكي بعض الوقت لمتابعة تأثير دورة تجديد السياسة النقدية. كما قد ذكرت إعانة البطالة أو طلبات إعانة البطالة أيضا إشارات جيدة، سواق العمل بشكل عام القراءة الأخيرة 216 ألف وظيفة، البطالة 3.7% عند أدنى مستويات من فترة. عندما ننظر إليها كمعطيات اقتصادية فيليبس كيرف تعطينا إشارات بأن إمكانية ارتفاعات التضخم لا تزال واردة، خاصة مع النمو الاقتصادي الجيد، أرقام الوظائف التي تعتبر لحتى الآن جيدة، فبالتالي مخاوف إمكانية موجة تضخم جديدة لا تزال واردة على ورق الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للبيانات الاقتصادية. عندما ننظر ريم حتى إلى المعطيات الأخرى كدافع بالنسبة لنبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي، لا يزال هناك نبرة بعض الشيء لم تميل إلى الحمائمية، إشارات لا تزال حتى الآن يوجد مخاوف الاستمرار بدورة تجديد السياسة النقدية لا تزال مستمرة، لا يوجد لحتى الآن معطيات كبيرة جدا إلى الدفع لتخفيض أسعار الفائدة من ناحية مشاعر أعضاء الفيدرالي الأمريكي. فبالتالي المعطيات المتواجدة بالنسبة للبيانات الاقتصادية بالنسبة لنبرة أعضاء الفيدرالي الأمريكي بالرغم من تصويتهم بالدات بلوت 3 تصويتات لإمكانية تخفيض أسعار الفائدة أو 3 مرات في عام 2024، لكن لا يزال هناك عدم معرفة الوقت، عدم اليقين لا يزال يدفع الأسواق بين تسعير البيانات الأمريكية القادمة. لذلك قراءة الأسبوع القادم الـ PCE مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي لتتبع حالة التضخم قد يكون مهم جدا، خاصة بالتقلبات جيروم باول في الفترات الماضية. طب أحمد، أنت عم تتحدث عن الفيدرالي، طب ليه السوق أصلا عنده ضعف توقعات الفيدرالي بالتخفيض 6 بدل 3؟ عندما ننظر عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة، الأسواق تتجه لتحركات مستقبلية، الأسواق حتى عندما ننظر لها أخطأت عدة مرات بتوقعات رفع أسعار الفائدة، بتوقعات الركود، يعني الأسواق قد تخطئ، قد بالغت بعض الشيء في محاولة توقعاتها لإمكانية الانتصار على التضخم. على الورق ريما حتى الآن لا يوجد انتصار للتضخم، لو نظرنا حتى إحصائيا بالنسبة لأرقام التضخم عندنا 7 قراءات متتالية أعلى من 3%، أي بعيدين كل البعد عن مستهدف الفيدرالي الأمريكي، 12 قراءة اللي يعطينا قراءة اللي يعطينا المعدل السنوي، القراءات الأولى هي عبارة عن قراءات 6%، عندما نحذفها في القراءات القادمة قد يكون المتوسط الحسابي صعب تجاوزه، صعب الوصول إلى مستويات 2%. لذلك أعتقد أن الفيدرالي الأمريكي هاي المرة على حق، سيختار إما المنهجين، الإجبار بتخفيض أسعار الفائدة عندما يصل النمو الاقتصادي بالناحية السلبية ولحتى الآن بعيدين، أو وصول منتصرا عندما يصل التضخم 2% ولا نزال بعيدين. لذلك أعتقد أن الأسواق لا تزال تبالغ بتوقعاتها بتخفيض أسعار الفائدة. إذا تحدثنا على الاتحاد الأوروبي أو البنك الأوروبي، الإشارات هنا من لاغارد بدأت تعطينا إشارات حمائمية في مقابلتها بالأمس، أشارت بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يكون في الصيف القادم. منطقي جدا أن يكون في الصيف القادم، عندما ننظر إلى حالتين الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأوروبي قد يكون مجبرا لتخفيض أسعار الفائدة نظرا لأنه النمو الاقتصادي سلبي، قراءات ما قبل حتى القراءة السلبية الأخيرة كانت قراءات مسطحة، قراءات صفرية. فبالتالي المخاوف من دخول مرحلة الركود والحصول على الركود التضخمي بالنسبة للاقتصاد الأوروبي هو جل وكل مخاوف الاتحاد الأوروبي أو مخاوف بنك أوروبا، لذلك قد يكون إجبار
بنك أوروبا لتخفيض أسعار الفائدة ما بعد شهر 6 قد يكون وارد جدا. على ما أعتقد ديبا قد تتفق معي، لن يتجه أحد من البنوك المركزية لتغيير السياسة النقدية بشكل كامل إلا إذا كان هناك معطى بشكل كامل أو بيانات اقتصادية دافعة لتغيير السياسة النقدية. تغيير السياسة النقدية لأجل توقعات الأسواق على ما أعتقد قد يكون مبالغ فيه وتحرك غير مكتوب. أحمد، بما أنه تحدثنا عن السياسات النقدية والفيدرالي، كيف بتشوف توجه الدولار هذا العام؟ عام 2023 كان الأسوأ من عام 2020 بالنسبة للدولار، هل توقفت رحلة الهبوط؟ طبعا منذ مطلع هذا العام الدولار مرتفع ب2%، رأيك؟ عندما ننظر ريما إلى تحركات المؤشر الدولار إندكس، فنيا هو مؤشر يتحرك حاليا في قناة سعرية هابطة فنيا، لكن عندما ننظر إلى المعطيات الأساسية قد أقسمها إلى قسمين في عام 2024. القسم الأول وأميل له أن يكون هناك صدمة في الأسواق لعدم تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس، مما قد يعطي الدولار الأمريكي بعض القوة. إشارات لإمكانية وصول المستويات 105 في شهر مارس على ما أعتقد قد تكون واردة مع صدمة الأسواق بعدم وجود تخفيض أسعار فائدة. السيناريو الآخر أو ما بعد شهر 6 قد يكون هناك ضعف للدولار الأمريكي مع تسعير دورة التسهيلية أو دورة السياسة النقدية التسهيلية. لكن جدير بالذكر هنا ريما، من سيصل أو من سيبدأ بعمليات تخفيض الفائدة هو السؤال الأهم لتحركات مؤشر الدولار إندكس، خاصة لأنه يقيس سلة من العملات سويا. لذلك على ما أعتقد بداية قد يكون تحركات إيجابية في النصف الأول، النصف الثاني قد يكون هناك تحركات متقلبة مع أداء سلبي للدولار. طيب خلينا نبقى بالعملات، إذا بتشوف تحرك قوي للدولار بالنصف الأول، كيف بتشوف الين؟ هل بتشوف حيكون في ضغوط بيعية على الين؟ أيضا هناك اجتماع للمركز الياباني نهار الثلاثاء، ماذا نتوقع من هذا الاجتماع؟ قد يكون الاجتماع كما اعتدنا من بنك اليابان كازويدا تحديدا لا إشارات، اعتدنا على البنك المركزي الياباني أو بنك اليابان عدم وجود إشارات واضحة، هو يتحرك ولا يتحدث بالنسبة للبنك اليابان. عندما ننظر إلى المعطيات المتواجدة حاليا بالنسبة لليابان، تخفيض أسعار أو سوري الخروج من الفائدة السلبية، رفع أسعار الفائدة لبنك اليابان هو الحل المتواجد لديهم. عملة حتى الآن ضعيفة متهالكة في الفترة الماضية، ارتفاعات حالياً للدولار مقابل الين وصولاً لمستويات 148، قد يكون الحل الوحيد هو الخروج ورفع أسعار الفائدة. لكن الإشارة الوحيدة على ما أعتقد هي الفيصل بالنسبة لبنك اليابان هي الأجور ريما، وعلى ما أعتقد قد تتفقين معي في شهر أو في الربيع الحالي سوف يكون هناك إقرار. إذا جاءت قراءات الأجور عند مستويات 4.5% إلى مستويات 5% فهي إشارة واضحة بالنسبة لبنك اليابان أنه التضخم هو تضخم راسخ، تضخم محلي، وليس كما كان يعتقد سابقا بأنه التضخم هو تضخم عابر، تضخم مستورد من الاقتصادات الأخرى. فبالتالي عند وصول إلى اقتصاد أو التضخم محلي قد يتجه إلى تغيير أسعار الفائدة، قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. لكن الاجتماع الحالي لا أعتقد أن هناك تحركات قوية بالنسبة للين الياباني. بالنسبة للتحركات السعرية قد تكون هناك موجة ارتفاعات، اختبارات مستويات 150 قد تكون واردة جراء قوة الدولار الأمريكي، ثم لو كان هناك تدخل من بنك اليابان لتغيير السياسة النقدية قد نشهد إمكانية في عام 2024 أن يكون الين الياباني هو الحصان الرابح ريما، خاصة إذا كان هناك تباين للسياسات النقدية، اختلاف في السياسات النقدية. اليابان تتجه لرفع أسعار الفائدة بينما الاقتصادات الكبرى في خفض أسعار الفائدة، لذلك قد يكون الين الياباني في النصف الثاني هو الحصان الرابح. نعم. من اليابان الآن إلى الصين، الأسهم الصينية عم تتداول عن تقييمات منخفضة جدا، ماذا يحمل عام 2024 للأسهم الصينية؟ ولا ننسى أن التوقعات للسوق الصينية في عام 2023 كانت إيجابية، ولكن الواقع كان العكس تماما. يمكن ريما على ما أعتقد هي المشاعر، عندما يكون هناك إفلاسات التوقع الأكبر لاستمرار الإفلاسات. عندما رأينا المطور العقارات بدأت عمليات الإفلاس، عدم القدرة على السداد السندات، كان هناك مشاعر الخوف طغى على الأسواق. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الريستريكشنز الموجودة بالنسبة للشركات الصينية، ريستريكشنز أو عوائق أو حدود متزايدة في الفترات الماضية بالنسبة للشركات الصينية. عندما ننظر إلى الاقتصاد الصيني بشكل عام هناك مخاوف، حتى القراءة الأخيرة بالنسبة للجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي قراءة ليست سيئة، 5% أو أعلى من 5%، 5.2% بالربع الرابع صح من عام 2023. نعم دون توقعات بقليل.
السنوية، نعم القراءة السنوية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي هي قراءة ليست سيئة بمقارنة بالاقتصادات الكبرى، لكن الإفراط في التفاؤل بأن يكون عام مثالي بالنسبة للاقتصاد الصيني خاصة بعد الانفتاحات اللي حصلت بعد كوفيد-19. لذلك التوقعات الكبيرة التي حملها الاقتصاد الصيني مع خيبة الأمل بالنسبة للقراءات الحالية أعطت دفع سلبي بالنسبة للأسهم الصينية. الأسهم في الفترة القادمة دورة التسهيل، دورة التسهيلية بالنسبة للسياسة النقدية التي لازم أن يحصل بالنسبة للصين، بنك الصين الشعبي قد يتحرك لتخفيض أسعار الفائدة في الربع الثاني بتحفيز للأفراد ليس فقط للشركات. لذلك على ما أعتقد تغيير السياسة النقدية قد عم بينحكى أنه رح يكون في تحفيز نقدي ومالي. نعم. يجب أن يكون هناك الانجكشن اللي حصل في الفترة الماضية 217 مليار يوان صيني ليس كافي كتحفيزات، يحتاج تحفيز نقدي، يحتاج تحفيز للأفراد ليس فقط للشركات. لذلك قد تكون هناك بارقة أمل بالنسبة للأسهم الصينية في عام 2024. شكراً. لو حصل التسهيل. شكرا جزيلا لك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي.